بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وحوكب الآذن يا آيات الله باتن إيا صلوات وصورة الفتح كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وهو غصة ورمي أرنتي كبع بي حديبية هي الصلح ما أشرت كبع أحواله في أيا إلهي من غصة ورمي وها إلهي من غصة ورمي سبحانه وتعالى عشر كان أيدوه جدا بيجي ضدك مؤمنين تا ورسول كان عليه السلام إلى سعرسيسة هاي وقال إنا يفق الآن مكوح اللي وجودي دي مصلحة كجه في أيا إلهي من غصة ورمي أرنتا سمركي وحاوية أي لما غصة مؤمنين تويد قبحني إلهي سبحانه وتعالى سكينة يخد جيي حصول فيه في مؤمنين تبا مركا سي صلح يي أبلادين إلهي موحول لازم يوضع يألة كلمة التقوى أي إلهي لازم يي وحين أهايين هو أوح حقل وفارتوي أهل كيدنا أي هادين وكان الله بكل شيء عليما أي إلهي مصوده إلهي سبحانه وتعالى سيسا سكيعة لمتأه ويساسنا كذبين لو الله قد حق يقاها يوضع يألة صدق الله الله وأوهم شاذي رسوله رسول كيف تأل رؤيا رؤيته وأوهم شاذي بالحق يوضع إلهي حق نمعي أوهم شاذي وحان هو يوضع إلهي رؤيته لتدخلن وادجليسان أو وادجليسان أو إلهي المسجد مسجد الحرام أو حرمضل إن شاء الله إلهي يدو إلهي آمنين إذنكو آمنة محلقين او حيرنا يا رؤوسكم مضحياتين ومغسرين اذنكو قالسنيسين لا تخافون حال اذا انتعب سنين احدود الهي فعلم الله وهو كعب هذا صلح عبد الشام ما شيء لم تعلموا ايود الهي سبحانه وتعالى اذنك اذن اتونينا فعجل الهي فجعل الله وايالي من دون ذلك دخولك اسكسط فتحا فتح ايوه الى الهي فتح لا سوى قريبا اوضو إلهي سبحانه وتعالى وهو نظوه رميه رسول كان عليه السلام وحي إلهي فرؤوه يضوهي الله إنه وحق يجنعي الله مرك وحوه إلهي سبحانه وتعالى لقد لو الله يقد حقيقه صدق الله الله وأوهن شاغي رسوله رسول في صول إلهي الرؤياه يد وأوهن شاغي رؤياه النبي عليه السلام وأخي إلهي وأوهن شاغي بالحق حق نمأي أوهن شاغي وهذا يريي رسول كان عليه الصلاة والسلام إنه مان أو فؤرتي كانت كان إلى عام الحديبية إنت وسن سوء آذن حرم وسن سوء آذن أيو نبو منام أو فؤرتي استغوه مكجل آي استغي أسعاسيس أيغو آمنة أو مطحه ورحيرنا آي قارن أي قابتان أيان أرنت رسول منبو عليه الصلاة والسلام أسعاسيس أشاري لي أرنت مركة ويكفر حيان باليري مرتي وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام أي رائعين أسحاب قالتهم أي كجيديين حرم كوثو الديبية اللي بشري أو أي صلاة تين أيضا حرم كجيدي أي أرنتا سبكتالي ومؤمنين سسان روسو مهمة ولبا مركز بعض المنافقين ويسكيين باليد وحوي وحاي دعدي إن الكشوين أي قادين وهذا لحن أي رادين معايا منك ليرا عبد الله أولي بن السلول يمين ليرا عبد الله ابن نفيل في رفاعة ابن الحرم أيها وحيدا والله ما حرقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام إله أن كنا رمي أنه مضحنا محيرنا ما قالتنا المسجد الحرام ما على غير هذه الواسي بأحرم معايا لهذه أرم امتحان لأي صواب حضو وهو يدتك وقع الهرية حالبنا مركز ويس بالدرسة ودتك وقع الوقع لجهباء يا إيمانية والوقع الحدادو ما شاء الله وهو داي سبحانه وتعالى إلهي رؤيتي سواء أوهن شاقي حق نماء يون أوهن شاقي مركا وحاس سودك مركا مركا يعلم تاسود علي ورسولك عليه السلام يسحال سيسا جد أيها رسول الله عبتين حديبية أيها محرم في إلهي قلن أيها آيات داني سودك مركا الله وهو داي لو الله يقد حقيقها صدق الله الله وأوهن شاقي رسول ورسول كيسا محمد عليه الصلاة والسلام الرؤيا رؤيته بالحق حق نمعي وهم شاغي حق نمعي وهم شاغي لو الله أيود إلهي تدخل مواد نجليس ونبوح أخرى ضوية لتدخل مواد جليس ونواد جليس ونواد إلهي المسجد مسجد كالحرام أو حرمضله
إن شاء الله إلهي دولة إن شاء الله لتورغي آمنين حال آتين كو آمنوا الإلهي محلقين حال آتين كو حيرانيا رؤوسكم مفعين الإلهي ومغفرين حال آتين كو وقعتنيا حالوين وي لا تخافون حال إذا تبقينا الإلهي ولينا أحد إذا تبقينا تخوي لعيسى هذا إله سبحانه وتعالى فعلم الله وضوء غادو صوحا أبقشين او ادوغا غلا بطين حرم تينا الجسين فعلم الله وهو كؤغا بسرحات ما شيء لم تعلموا اذا افتونين او سلاح سلاح يوم مصلحة سجرتا ولا حاذن اذن افتونين ايا الهي كؤغا يهرمتا مركا ساس مركا يدعضوا الالهي فأجل فجعل ميلاي فجعل الله وايالي من دون ذلك دخول ساس مكالا غلا تفت صوت الالهي فجعل الله وايه سبحانه وتعالى من دون ذلك قول الله فجعل الله وايه من دون ذلك الدخول كالتفق وهذا الذي يوها يؤيد مكجل دونتين فتحا فتح فرسوي قريب الأولو فتحا قريب فهو كان سمين وفتح خير روي هو يدي مركع رسولك عليه الصلاة والسلام تساهي بوحي حقيقه لي فهو خير حقيقه لي معايا لما بجان عليه الصلاة والسلام قريش بلن كلا قلي بلن او حوية طلان سنو ايو اهاي انان دقال لسقا دين وحيالو بدن اخرودا ايال ليسو شردي مركا وحوية بلن كي قرأ سواه بوريسي بلن كي مركي بوريسي وحاق عدي لكيس كان مركي اللي قرأ ايني قلوب وحي هذي سنس او طلبابي هذي مركي نبي عليه السلام يسحابتين سوبح اينا سنس كل حاج اخر كي سي هذي مركا سنس كي سي دي ادواتي نبي عليه السلام نطقو كسو دولي او ما كوا او قرصدي سيدنا وحاوية ساسي كرهم ولخصوصة رؤيدي معايا لرؤية السلية دبا وحي ساس كان لأركو او الوحي يوضو اثنان دنبا ايه سمالا ايه دي اتاري او هذا مركزي شيء او دبدقة معهم هو الله والإله سبحانه وتعالى الذي الله ارسل الدري رسول ورسول كيسا محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى هنون للدري ايه ودين الحق الدين او حقه ليظهره انه قصر ياله على الدين الدين يا رب الإله كله تمانتيس جميع وحوية باقي الأديان ويه وكفاء بالله إلهي يا نصف لنور إلهي المشهيد المخاسئ إن رسول الله مرسل إلهي حقيس الغصة ودري آسال إلهي نور سبحانه وتعالى أصغر حقي جناية رسول كان عليه السلام رسول المديسة إذا وحق أوسى وحق إليهين ووحق مركاسي وحوية أي سنسكوا وغجر هو الله الإله الذي الله ويه أرسل الدرائي فسولة ورسول كيسا بالهدى هنون لب رود إلهي إيه ودين الحق دين أو حق لب رود إلهي ليظهره إنه فكري الدين كاس حقه هو نظر الله صوت بيه دين إسلام كا على الدين الدين يا لكله الأمان في صوت إلهي معايا لوجه أديانها أو صوري قرآن كان إلهي رسوله وفسه دجي كل إسلام يا نصحي وكفاء بالله إلهي يا نصوخ أخيور إلهي شهيد المقاتئ إن أبو مرسل آصحي انت عن هذا الله صلى الله عليه وسلم إلهي مرك الوحود هاي محمد أصوى مدر عليه السلام رسول النبي سسيع عضيني محمد النبي محمد أولى إلهي رسول الله إلهي دبكي سوي محمد النبي محمد سدى خبر يسوط هاي رسول الله إلهي دبكي سوي مدر عليه السلام لفظ يسوى مجردة هديل على الله الشيء وحال لحرينا بما يشعر التعليم وحقيتين يوينين أسلة بولدتين مايو أن بيدي إلهي وقوه رئيسي سيد الله به جراسة لغضيه مايو تاسوه يستوسين إساء على مدى رسول كان أوليه هاي هي احترام سوين وإلهي ونغطع لي من هاي قبل أبو ارتبور كوينين هاي عدو البوحة لقد دون يا رسولك عليه الصلاة والسلام إلي وينيسو وانا مدو عليه الصلاة والسلام وحادي أو نلنا لنغن قفك نوي عليه الصلاة والسلام وحادي أوليه هاي إسلام نغن ما يغطى صوء مثل مدى سابع بعيس محمد الله محمد الله إله سبحانه وتعالى رسول الله إليه رسول كي سوي والذين كوا معه معجي سادي أصحاب في صوم مؤمنين هيبون أو حوى يوم إلهي والذين كوا معه معجي سادي الشداء هو صدرا ويوم إلهي على الكفار قالبه رسولك عليه الصلاة والسلام مرك إلهي سسالبه أصغي أصحاب سمعجي سأه هو حوى المؤمنين سأه أيا إلهي كوا رميا أيا جنا وناك جودة إيا واحد موقف كوضو إيهي أيا إلهي كوا رميا تاسو لو غدونا حس كسته او اصحابتي هاد تيدي كو جوقته او markaas waxa weeye mu'mina inay ilaaliso wadadaas ashaabu rasuulillaahi ay qaadeen
هي استفادة يكتب فوقين إيه على سلة دوناي معايلة هذه استفادة سنة لكوهي رجي أصحابتها أو نبغى لجري عليه سلة وسلام وإثينا بينهم أي هايين ما أنت هذه مسلمين تلقوهي إن الناس في حضور أولين عيال لقى عدنا إياه هل أمرك أمره سبحانه وتعالى والذين هو معه نبغى معيجيسة هذه أشداء وفقا لسوى يوم الله على الفطار جارب وعلى هذا قصة مؤمن كاهو تفقي سنعي تاي قال هذا إنه فقه لستنيها وي قصة مؤمن هو قال هذا أجرع سن أن بقلبك ثلاثة إيمان مها يكاف أشداء يوم إلهي سوى قدرا وي على الكفار قال هذا الإلهي لا يرحمونهم وي نحريس أمة قبا وي لا يرفعون به أمة سرعيا وي نحي إلى إلهي سبحانه وتعالى أياه وهو أمريك إنه فقه لستنادو أيا إلهي أو أمري مرك هذا ثلاث أيال اللي هي وإن وقل السناد قال هذا أيال الدونية معي لواء صور إلهي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم الإلهي كفة كانوا أيون إلهي قال هذا ويقل للجهاد كفات المنافقين تعيقنا جاهد والمنافقين وهو يعيقنا في جدا أيال الجهاد وأنا الوقل السناد ما شاء الله وهو الله سبحانه وتعالى أشداء وقدرا وهي على الكفار قال هذا قال هذا ويكوك على السيئين والإلهي نفسك نبي عليه الصلاة والسلام من إليسا أو نبي راعي أو إيمان فوض ونفسه هايوه رحماء يوم الإلهي وأقوان حريص بلا بينهم دحروا وإقوان حريص بلا وقبر لبادوه رحماء وأقوان حريص بلا والإلهي بينهم دحروا هذا نوع هو يوم الإلهي سبحانه وتعالى أصحابته وأقوان دحروا وإقوان حريص بلا متعابقون وإسكر بلي متواددون وإسجعله كالولد مع ال وكالوالد مع الولد وي والد شيء اللي هي صوفا لي فيه وهو إيمان كقبطه وكاسوي ذكر من أنت هو ده سنة حديث من عيوه أي والد أي أولادي صوفا لسوا هين إيمان ناس أو مركز للشيء كراه مجرى هذا سوى هو زمن كان مفجر ما آخر زمان كان وحضر كيسرا إن ذكر وهو أي أرنتاس أي عكسون تيو وحبا أي سنكجر أو ذكر وهو قال هذا يقول حريص بين السود وين يان ضد مؤمنين كان يفوق على السيهين ومؤمنين تبع حضارة يفوق على السيهين وين مركو حوايا أصحابها من شيء أي سمير وهو هيدا لي مركو أرتو أخاه في الدين ولا في سيد دين في السيهين فأفحه وعانقه وأسعد جرينا أي وأسوش منا أي أيضا مركاتي قلب هي فعلك أنت قول هي فعل بقى. أي مركز يكون حديثنا أيين فأفا إليه كتر ماما يا معايا الرسول كان هو طولة عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له صائر الجسد بالحمى وسهم ومؤمنين تستفاد إليه نوع دهي رسول عليه السلام اسجعي الخوضة اسو ترد وضع اسو لمهن توضع وحي لم يجيهم جر كريسة وهو حوية حبيما هذا يكسر وطيك عن وصفه جرك انتي سكلان كوضو حوية أو وضح مصاية فداع له سائل جسد الحمى وسهل وجيرك انتي سكالنتو سوجيتك ايه حنونك اسواعي ومينتو هالفر او تريوي فر هالدين يلتعن وصفه جيرك اذا نوال حنونسي اذا نوال حنونسي وقالوا بها مؤمنين اصلوا حوصنيس وانت هذا مؤمنين اصلوا حوصيس ومجيش ادو البوة حوية هوصي سجوتة قد ما رفيا اسعوناي او اسحموناي اسحق داي وحوية استفادي لقد دوناي ايه وحي ايمانك الويقين معهن ومبادئك لآمسا وحوية إسلام كله كان رفاق ويساسوي معي الاستفادة أصعاب تنظر إلهي ونوصر يقول للوضه ناي إنا إنت أنا كلامة محاولة عن خضايا تراهم وهذا أركا يساهود إلهي رجعه ركعنه لإلهي فوه قعتنيه تراهم وهذا أركا يساهود إلهي ركعن إلا قد وخبر كلامتهم هذا مستأنف لقد ولوضه كبنان سوي وعلى معنى وحال جوه هالي أنهم في النهار على الأعداء يسود وي أصعبت وحوايا معلمتي أدى وكفارتا لباحيتيه وأن من مركز الجهاد تجرى وفي الليل ركع سجود وي وحوايا هبان كنة وضد عبادي سنة يوش فقوع يسجود تجرى تأخذ وي مركز فراهم بعد أركا يصاهوا بإلهي ركعنوا بإلهي هو الركوع سنين يهينوا بإلهي سجدا أو سجوسا لوضع والح عليك را تراهم بعد أركا ركعن راسعين حاليين كوا ركوع آية سجد ساجدين حاليين كوا سجود آية وكيسا وصلاة دي أيا لغو أيا لغو هم أيا يبتغون وحيد البيانو الإلهي مؤمنين تاس أو أصحاب رسول الله
فضلا فضل أي دل بيان هو من الله إليه متكاري يتقون وحي دل بيان إلهي فضلا فضل أي دل بيان هو من الله إليه متكاري يا وهو أنا فالها شو أي دل بيان إن إلهي سبحانه وتعالى فضل أي سهلان فلها إلهي سبحانه وتعالى أي هلان أي عمل خصمين يا ما يلقفك عمل خصمين أي وعلى ربائنا وصلاح هذا أو هذا من إلهي سبحانه وتعالى تبديسه لقول هادنا إياه لها إلهي أعدك الله صمعين أي سنجر في ما هم على مضاد أولى إلهي سبحانه وتعالى في وجوههم وجيات وضعها طول إلهي من أثر السجود حال أي كأها طول إلهي السجود هات كيرا في ما هم على مضاد أولى إلهي على مضاد أولى في وجوه مولى إلهي وجوه وضعها طول إلهي وحوية النور يا عبدان أولو أقوان سنة يا آخر والي إنه مركز أبنية ذاتك كنت جوز جوي إلهي كعابل جائيه ويه مركز صورة يعلي في ما هو مور إلهي على مضادة في وجوه مجياسو بيهاتي من أثر السجود يوم إلهي كائنة حال أي كأهاتي من أثر السجود سجود ذات كير أي كأهاتي إلهي ووحا ويا أهنتاس وحا كمو روي جبودة وطوالع إيا خشوعة وحي كغتين أثر السجود إلهي سجود ذات كير أي كبر طول إلهي حبا وحوية في مدى سن ولماذا مركا يسير مفسرين تهواء فوق العسين ووحا ليري بعض المفسرين حيرين وحالا نوضا موالعبا وحوية يسير سجود أيام أيا وحال ليه هاي ما لنت قيامه موالعبا مركا يسير سجودان فمنا يسير سجودان ayaa maalinta qiyaamo waxaa la arkaya ayagoo istiimaaya oo markaasi dayax leeyahay dadri oo kala weeye dayax afar iyo toban oo kala weeye oo waxa uu istiimaaya mowlid sujuud xigmada ay ku jiraa la sujuud kala weeye waxa kale la yiri waxaa laga wadaa wajiga tufa oo ku taala weeye wajigooda waxa weeye tufa oo ku taala wajigooda ayaa booran oo calaamaysan waxaana ku calaamaysan soo jeedka habeenkii هذين ثلاث إسوي جيران ويقيام ليك وفعايا حلوة قاروخ إلى المية وحالة وضع خشوعة وخد ظاهرة يحب مهوضة أيها الولاد جيرا أيها وحو قاري إن مركة سوى هو يوجي قوضا مربع وخصوبحه اللهم لا يئني وحجها العمل إيهين أيها وأنجهني وي لكن أولاد جيرددوا معهم مخنا بوي وحيابها إسميها بعض الجهاء وي جاهلين تقارصوا المرائية وبسك إسوسوسين عليها على مدى العلامة في الجبهة يعني. وليس المراد ما يسمعه بعض الجهلة المرائين من العلامة في الجبهة وهي ذلك جاهلين تأه ووحا وهي استصف كان وجه روح أبوه ريحايا ومركز إصلاحا يجبه هذا ذل مذوبو أثر السجود خطا ما يسر إصلاحا قوة سلولة مجهل وهي تاس وحبا عنها وهي تاس وحي كميتها خوارجة فعل الخوارج كميتها خوارجة لمن كبير عدها آيات ما يجرى هم تاس oo waxa weeye wajigay dhulka ku xaqi jireen ayagoo aayada waxa taa u taweeynaayo tawiil aan sharci ahayn tii waan fi wajiga ma afar sujuudi ayagoo ka dhigaayo in wajiga dhulka lagu xaqo ee markaas bar madaw laga soo baxo taas waxa weeye wax diinta kamid ma aha weeye hadiis ah oo waxa ay nabiga uu yiri (alayhi salaam) inni la ubqilu rajula anuu ninka waan u aroonayaa waa kaho waan ka hayaa ilaa raayku markaan arko bayn ceynay لماذا عند واضح هذا أثر سجودي سجود هذا كذا أنا فأر ما كوا حوي شيء قاس وشيء لو بهني هاي ما هذي هذا مثلا ما هذا قف كان دول زمان دمن غير أو معناه إلهي إلهي سأودي وهذا ودي كان عنده كلام دقة إيه حبناها كلا أسوى هذا أسوى ولا جدا كلا هين هو كان عن هذا مركزي أن ساس أبو هي حين أو أن ولا جدا كلا هين هذي على مدى إكسو ظاهرته ساس كل واحد ما له وي وخير ما قنسته لكن واحد الذي ليا هو وجه الروح كره حياة المركز على مكان وجهه إصلاحه هو أيا وحي مقنعيا ضد مرائينا وعمل كودنا وبادل ونقنعي حيل لله ما هو تبقى ينصر في إسلامه ذلك وصف رسول الله لطوش يدي ومؤمنين تلوسوس فيه مصره مول إله استفاد وضوي وفي التوراة توريدها طول إله ذلك وصف رسول الله مصره مصر قوضوي وفي التوراة توريدها ومثله مثل قوله لله استفاده في الإنجيل إنجيل على طول إلهي استفاده إليه إنه كتاب الإنجيل وكتاب عيسى قلت إلانه
كزرع نو إلهي زرع والطه بل والطه عيون إلهي زرع سوء أخرج بحيي شده من تانتيس بحيي فآزره دبيرنا وحوجيي شده يوم إلهي وحوجي زرعي فاستقلد دبيرنا وأتكالي فاستواء أكالي على سوقه بدون كيس أو سوء أكالي يعجب حاله وعجب قرنائي الزراع والإلهي متكباس وعجب قرنائي إلهي يقول سبحانه وتعالى ومثله مثل خوضه الإلهي وفي الإنجيل إنجيل هذا كزرع وي كزرع انت خبر كما ظهيسة زرع والله صعب الإلهي زرع إذا وحوية بل صبح أنا بل قل لي هذا بل مستقى هذا زرع إذا سوء أخرج يشده من تانتي سبحيه فلاخر هو وحوية بل صواب على سينوه أو بحيا من شانه بحيا شده بحيوده إلهي سبحانه وتعالى فآزره دليل نحوجي أو حوجينا يصدقات وزرعي وحوجي هو هو عان هو فاستقلد دليل نواء أكثاري فاستوى دليل نواء أكثاري هو هو استقام هو على سوقه بدنه سوق أكثاري الإلهي محايا لمركي أو وحوية بلخ مركز من تنسيف أي حوجي رصف أو من تانعه بحيه وحوية بلخ بوك كيلي واسي أكثاني يعجب حاله أجب جلناه الإلهي الزراعة كان بيرسيه أجب جلناه دار عيسى وي مركز واسوه ونسيها وي بس هذا مثل كالصحابة يا سواسة هل يالله عنه وي محايا لمركز كهر قد يريء حيان وحي يريكم بالأولين مركز هذا وحوية لعيس بي حيان وي الضفين مركز دنبه وي حوغادين وكانوا وناسان اي جارين مركز حالك بيجايا وحي يرعي يقوه بلخص اهل وسبهيا او من تانه به يحوغادي او مركز يحوغادي وحوية مركز اتأكي صالك بيجايا مركز صوده الهي سبحانه وتعالى ليقيد بهم الكفار الالهي يعجب حال يعجب الزراع مثل بيرسي نباس كيف يعجب جناء عيلها بإسلاف مركز أمه قصفا بنظاف كاف بيرسي أدي أبي أجد جناء أجعلي أبي ليقيد بهم الكفار وحاولها يكفع الله يساسي محدوثه وحال ليه شبهه أسوء قدره شبهه وقالوا شبه يوم إلهي بذلك الشعب كذا معناها أصحاب سئيين وقالوا شبه ليقيد الله إنه كو أرجري بهم أيغوا الإلهي الكفار كفار كو أرجري معناها الضريضة كان إيه حوق يعني استفاد كإليهين والإلهي شبهه بذلك أرجع سئيال وشبه ليقيد الله إنه كو أرجري بهم أيغوا الكفار قالوا كو أرجري معايا ولا قالوا وهي كعروني ساه مؤمنين تفرب الناشر هذا هي وضع جنف هذا هي أود هذا قالوا وهي عرقني ساه قالوا مرنا ذا خالة كما نقول إسلام تقولوا ميدو بخالة كما هم معايا لهذا وحوية كفارت وحا يتود ذالي سدادك إسلام تعطي أخلاق وقضان هاي أخلاق تقيان وهي أود هذا وهي ريان أي يتود ذالي معايا لقوة إسلامي هذا يصبح بحضه وحوية إسلام كي يخفر وحي كسور جيروي وهي تبقى يا مركز إن أيها الدباس هذا سوى استماله مركز دلال شوق لو هي يقول جيران إن الإسلام تأي خلق القرآن أو إسلام تأو خلق باب أو تبا هذا لما أنت موقته إذ ما أنت إسايسة سهو إسان جيران محايا لكذا سوحوية إسرائيسة إيا وذا جرخة إيا من الإسكالسوجيات كمسلمين وحوية قالت جبك يلوي قالت مركز وحوية واحد أنت لهيسة شغيني سهوة إلا المسلمين تأي كالجيجي سهوية وعد الله الله وأيضا هو إلهي الذين قوى آمنوهم وعملوا عمل صلي الصالحات عماشا صوصوبا ومنهم أليل إلهي السحابة أهو إلهي مغفرة ناقض أيو أيضا هاي يو أجرا أجروا إلهي أجر كاسوا عظيم الروي هذا إلهي مركو وخصه ورمي أصحاب رسول الله كتاب كل إلهي وصوته هاي كتبت إلهي يوم نزل هذا وإن جهر يسيب مشهور تنايين توريد إنجيل وهي أيكو أهايين إلهي أكسوا ورمي مآل كود أيا إلهي كورما يا وطن إليه سلطة وعد الله الله وأيضا هو إلهي الذين قوى آمنوهم إيه وهو عملوا عمل فلا أسبع لحاتي أعماش صوصوبا ومنهم صحابة من تواب بيانية لي سبعيليان نقوم يسوه معايا هذا اتفاق كان لطوش لغي ضمان كود أصحاب رسول الله ويكسكوهين كذا سأيال اللي آيادة المركة هذا وحال يلقى بنا يهيرا إلى مدر وحال لقى بنا يا أصحاب سلمان تير إني أهل الجماعة معايا الإله وحوله سبحانه وتعالى مصعيب وكسر وهم أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وإله تعسى لليه
مركو قال إلى هذين مارتي تبعيدي لكن تاسو مجرسو إلهي هؤية وهي مغفرة دافت يو أشرا أجروا إلهي عديم وين تاسو جناوي مركا هذا بذكي أيها كذن بي السلوب يوضا جيت كوضا قادنا أيها نسلها سوكا لأيه هلايا مركا هذا ميسا وحاكو عب أصحاب رسول الله فما انتو ديني أهل جمعيهين هيا عيدا لقا قادنا يا ظاهر كيف إنك سو هذا الضد جنال يقول بشارة إجراء عشاس وكريم بالجنة هي إجران هذا نوع حوية ومركا بشارة خاصة وهي تاساء ليها أصحاب رسول الله فما انتو ديني حوية جنع يا أبو بشارة إلهان أبو بشارة سبحانه وتعالى بشارة ما كانت ذات قولي ذا لو بشاري رسوله بشاري تاسوحي مغنيسة هل ليها بشارة وخاصة ايه مغنيسة ايضا سوحي تعبدها ان اصحاب رسول الله اي كل جور اهل جمعيه تاسال القادنا يا وعد الله الله وايبوها الذين كوا امنوهم يود الهي فهو عملوا عمل فرع الصالحات اعماسا صوصوبا ومنهم تحابد اهود الهي مغفرة غافد اي ايبوها يهو اشرا اجر أجر كأسوء عظيم روي هذا إلهي سبحانه وتعالى وحو يبوهنه ألا مجود إلهي مغفرة أجر عظيم جنب الله مقنع يا وحك لمركاسي كم استفروا يا مركا وحوهي أرمتو سبعة أي مقنع يساوي أصحاب رسول الله سبعة أي الله غوهمي وعن اللي بينا يا قفك السؤال مسلمة إنه استفادات وكسفوه ورابيو تبقى مؤمنين تا لم تتهجوا غاني وإني أصرتي ثلاث صالح يا أصحاب تمارة يا أصحاب رسول الله إنا قادم أو إلى اليوم أبي أيضا تصدقنا وذكر أستاذ ميسان وهذا كجار مايان وهو حلو جار كردت وأنا سنة ماشوا مرة مخ الأمر مرك عشر كين إنت سوق أجي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.